السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وسلط على الحق شهوة بها إلى الحراثة جبرا والسبق بها نسله مقتها رو قسرا وحث على النكاح استحبابا وأمرا فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله. القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد اخواني واحبابي اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت اسرار. تعالوا النهارده نتكلم عن مشكله من المشكلات وهذه المشكله متفاقمه في اكثر بيوت المسلمين وغير المسلمين. هذه المشكله سال عنها بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول سيدنا النبي يا رسول الله اوصني قال لا تغضب قال اوصني قال لا تغضب قال اوصني قال لا تغضب خارج الصحيح عند الامام احمد في المسند وغيره قال هذا الصحابي رضي الله عنه فاذا بالغضب جباع الشر كله اللهم سلم فاذا الغضب بعض الروايات فاذا الغضب يجمع الشر كله ما الانسان ساعه الغضب يا اخواني يسب ويلعن ويشتم ويضرب ويخبط ويعتدي علي الجمادات يكسر حاجة موجودة قدامه أو يعتدي علي الزوجة أو يعتدي علي الأولاد ويحصل ضربات القلب السريعة وارتعاش الأطراف حدقة العين تصبب العرق إلى غير ذلك فجينا النهارده في اللقاءات القادمة نفصل تفصيلا في مسألة الغضب عشان نتعلم يا إخواني كيف نتعامل مع الغضبان لما يصل لنا نوع من الثورة كيف تتعامل الزوجة مع زوجها والزو والمرأة حين تغضب كيف يتعامل الزوج مع زوجته وما هي الدوافع والأسباب التي تؤدي إلى غضب الزوج والزوجة ثم مع ذلك نضع أكثر من أربعين وسيلة لتهدئة الغضب بإذن الله عز وجل تعالوا نقول يا إخواني إن جعفر بن محمد لما سئل عن الغضب قال الغضب مفتاح كل شر اللهم سلم قيل لابن المبارك اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. اجمع لنا حسن الخلق كله في كلمة. قال ترك الغضب. قال ترك الغضب. انسان ساعة الغضب يريد أن يتشفى ويريد أن يعتدي عمن ظلم على من ظلم أو أخذ حقه أو إنسان يحس بنوع من الإهانة أو نوع من جرح المشاعر خاصة في العلاقات الأسرية أو العلاقات الزوجية. انسان يحصل نوع من ثوران دم القلب وثوران دم القلب والدم يضخ بقوة ولذلك تحمر الأوداج وخدود والوجه وضخ الدم وترتعش الأطراف وهنا يريد أن ينفذ ما عنده من غضب لذلك عايزين نقول يا إخوانا أن التحرز من الغضب جماع الخير كله وأن الغضب نفسه ترك الانسان لحاله للغضب يعلم بانه يفتح على نفسه مفاتيح كثيره جدا 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 تحت هذا الغضب من الحقد والحسد والضغضاء وقطع صله الرحم بل ربما ادى الغضب بالإنسان الى ان يعتدي على زوجته او ان يقتل ولده او ان يطلق امراته الى غير ذلك مما سنرى. الغضب يا اخواني بيصم دائما الاذان عن سماع الحق. وساعه الغضب قد يكون معك الدليل في مساله وانت مع اخوانك ولكن ساعة الغضب يعمى الإنسان عن رؤية الدليل بل الغضب يتلاعب بالخلوب زي حال الأمواج المتلاطمة التي تتلاعب بالسفينة في بحر اليوجي الغضب يملأ القلب بنوع من الحقد والحسد والكبر والحرص على الإنتقام والتشفي والتخطيط غير الجيد وغير السليم ولذلك ينبغي أن تكون وصية النبي صلى الله عليه وسلم نصب أعيننا لما قال لصحابي رضي الله عنه وأرضاه لما قال له لا تغضب نأخذ بعض كلام العلماء بيقولوا إيه عن الغضب يقول الإمام الغزالي في الإحياء رحمه الله تعالى ومهما اشتعلت نار الغضب وقوي اضطرامها أعمت صاحبها وأصمته عن كل موعظة فإذا وعظ لم يسمع خلاص الغضب أغلق قلبه وأغلق عقله ما عادش يسمع حاجه بل زاد ذلك غضبا ولذلك ترى بعض الناس اللي ماشي في الشارع اتنين بيتخانقوا مع بعض واحد سب الدل الثاني لو اقتربت منه وقلت يا فلان اهدا يشتاط ويزداد غضبا ويسب الدين ثالث ورابع وخامس بل قد بل وقد يسب رب العزه سبحانه جل وعلا يقول لك انا كفرت بالله يا اخي وقد سمعنا هذا مرارا في الشوارع وفي الطرقات المادي ولذلك يا اخواني لازم يكون عندنا فقه في معامله الغضبان تخيل لو أن انسان مضروب فرق كبير جدا بين ان اقول اين صاحب الحق وبين ان اقول فين للضرب لما تقول فين للضرب بيستشيط ويزداد غضب ولكن لما اقول اين صاحب الحق يهدا معك في الغالب حتى دي محتاجه الى فقه في معامله الغضبان خاصه في العلاقات التي بين الزوج والزوجه أو العلاقات الأسرية ما بين الزوج والزوجة والأولاد والإخوة والأخوات والأهل جميعا فالإمام الغزالي بيقول إيه؟ بل زاد ذلك بل زاده ذلك غضبا فإن استضاء بنور عقله وراجع نفسه لم يقدر إذ ينطفئ نور العقل وينمحي في الحال بدخان الغضب فإن معدن الفكر الدماغ ويتصاعد عند شدة الغضب من غليان دم القلب دخان مظلم إلى الدماغ يستولي على معادن الفكر وربما تعد الى معادن الحس فتظلم عينه حتى لا يرى بعينه وتسود عليه الدنيا باسرها ويكون دماغه على مثال كهف اضطربت فيه نار فاسود جوه وحمي مستقره وامتلا بالدخان جوانبه وكان فيه سراج ضعيف فانطمأ فانطفا وانمحى نوره فلا تثبت فيه قدم ولا يسمع فيه كلام ولا ترى فيه صوره ولا يقدر على اطفائه لا من داخل ولا من خارج بل ينبغي ان يصبر الى ان يحترق جميع ما يقبل الاحتراق فكذلك يفعل الغضب بالقلب والدماغ يا رب سلم يا رب سلم ده حال الغضب مع القلب لو انك اشعلت النار في حجره او في كهف هذه النار مشتعله وتركت هذه النار من ش... من قوه هذه النار تاكل حتى الجدران حتى تتهاوى فكذلك الحال اذا تمكن الغضب من القلب اكل فيه اكلا شديدا يؤدي بقى الى ما نراه من نتائج حقد وغل وحسد وضغينه وكره وسب الناس وازدراء الاخرين بل وسب ربنا جل جلاله ربما طلق امراته قتل ولد واعتدى على الناس بل واعتدى على الحيوانات وعلى الجماد كنت أرى وأنا طفل صغير رجل في قريتي كان إذا ما غضب على الحمار قرطم الكلام ومزقه وامسك ايدي الفس واضرب الحمار ما بتمشيش ليه هو في حال ثورة وفي حال غضب حتى اعتداؤه على الحيوان بل وربما تعدى الاعتداء على الجبل اتنين بيتخانقوا مع بعض الزوج والزوجه انت ما انتش راجل قرفت من حياتي والله لا سابك وماتي يقوم رازع الباب رزعة ده الاعتداء على الجماد فربما انكسر الزجاج او انفلق الباب الى غير ذلك من اثار هذا الغضب في الظاهر يا اخواني ودي رسالة لكل زوج وزوجة انا بقول لك لا تغضب لنفسك صحيا حتى خلي بالك من اللي جاي ده من هذا الكلام الذي يأتي من اثار هذا الغضب في الظاهر تغير اللون بص شكلك في المرايه تتسع حدقة العين وتنتفخ الاوداج وتسبب العرق ويحمر الوجه بسبب ضغط الدم وتنتعش عندك الاطراف وتطلع كلمات غير مرتبه وغير منظمه وتضطرب عندك الحرقه والكلام بل بعض الناس تستحيل خلقته لك سبحان الله ساعة الغضب عند الشيطان ده تشبيه والانسان لو راى نفسه في حاله الغضب وعلم قبح صورته لسكن غضبه حياء من قبح هذه الصوره، اه والله وقبح الباطن اعظم من قبح الظاهر، الظاهر خارجي الباطن الذي بالداخل فالظاهر عنوان الباطن عنوان اللي جوه وانما قبحت صوره الباطن اولا ثم انتشر قبحها الى الظاهر ثانيا فتغير الظاهر فتغير الظاهر وهنا تظهر ثمره هذا التغير اللي هو الباطن ومن ذلك الحقد والحسد والغل والضغينه واحتقار الاخرين والتخطيط لتحطيم الناس الى غير ذلك من هذه الاثار انت عليك من الخارج الغضب ولكن كل هذا اللي انا قلته من اثار انما هو بداخل قلب الانسان. اثر الغضب على اللسان يبدا يسب ويشتم ويفحش بالكلام ويستحي الانسان من بعض الكلمات حين يذكر بها ان تيجي زوجته تقول له يا فلان ده انت في حال غضبك انت قلت لي كذا ولا والله ما قلت هنا استغلق العقل ولذلك ما عادش عارف هو بيقول إيه. ولربما طلق الانسان امراته في حال الغضب وهو لا يدري وهو يقول اقسم بالله العظيم انا ما طلقتها وهي تقول اقسم بالله العظيم لقد طلقني وأنا بقول في هذه الحالة هو صادق وهي صادقة لأن الغضب قد تحكم فيه. أما أثره على الأعضاء فالضرب يضرب نفسه نرى بعض الناس ساعة الغضب إلا ما تمكن ممن آذاه لربما لطم على وجهه وهو رجل وقد رأيت والله هذا بعيني دفعنا عنه الذي اعتدى عليه أو الذي ظلم من أجل أن نهدئه ونأتي له بحقه فما كان منه لما لم يتمكن منه بدأ يلطم علي وجهه ويمزق ملابسه فأثر الغضب علي الأعضاء الضرب والتهجم والتمزيق والقتل وهنا ذكرت قصة قصة شاب أدي به الغضب إلي أن كان سببا في قتل أمه شاب كان في الثانوية وأمه قيمة علي شؤونه أبوه في حال سفر فالام بدات تلاحظ شيء من تغير السلوك خاصه في مرحله الشباب ولسه بتناقش مع بعض الشباب بالامس بينه وبين ابيه نزاع وقال له يا فلان ما الدافع الذي ادى بوالدك ان يضيق عليك بعض الشيء قال لا يحبني قلت له هل انت متاكد ان الوالد لا يحبك يامرك بالصلاه النعم يامرك بشرب الدخان قال لا يامرك بصلاه الرحم قال نعم ويأمرك بالمذاكره قال نعم بالتودد للاهل قال نعم يامرها يا بشرب المخدرات قال لا هذه علامات الحب ان الانسان يقي نفسه واهله من النار يقي نفسه واهله من النار فالعزاء يا اخواني الشاب في مرحله الشباب في مرحله الشباب وانا بقول دي رساله للاباء والامهات لابد من لغه الحوار والتواصل بقول لكل اب كفاك سفر اقعد مع اولادك لكي تغير من سلوك الاولاد هذه الام يا اخواني ابنك كان في الثانوية العامة. ولما شاب. وهي القائمة على شؤوني. والوالد خارج البلاد. يا فلان يكفي سفر بكرة نقعد لازم نعمل حاجة للعيال والله المستعان وهنعمل ايه ونسوي ايه ونودي ايه. لاحظت الام تغيرا في سلوك ولدها. ارسلت الى الوالد يا فلان اتق الله وارجع الولد ظروفه صعبة له قرى ناسه يزينون له الفواحش وبدا يشرب مخدرات وتعرف على بنات وطول الليل على الشات والاب يقول اهي نزوه وهتعدي وكلام كثير من الناس هكذا بل ربما دفعت المراه الزوجه زوجها الى السفر دون حاجه للسفر دون حاجه للسفر يا فلان انا لا استطيع ان اقوم, أقوم الولد وحدي الولد قد كبر لو قرناه سوء يزيلون الأول الفواحش يا فلان انت محبك الموضوع الموضوع سهل جدا فترة وهتعد في حياة الناس وهتعد في حياة الولد مرت الأيام وبعد الثانوية دخل الولد إلى الجامعة بل الولد ينتكس أكثر بدأ يشرب المخدرات ويقع في الحرام ويفعل المنكرات ويذنب البنات يا فلان ارجع يا فلان ارجع اتقي الله فينا خلي بالك من أولادك بكرة الولد يكبر ويعقل ويبقى كويس الولد في ليلة من الليالي رجع متأخرا الأم تعاتبه عتابا محمودا أي بني اتقي الله أنا كبرت السن وما ينفعش تتأخر بره لهذا التوقيت وأنا لا أنام إلا عند دخولك إلى البيت وطبيعة الشباب إلا نفهم هذه المرحلة العمرية مرحلة الشباب إنها مرحلة إثبات الذات وعايز ياخد قرارات لوحده وما يرجعش لحد وحش يتصل في تلفونه في الشارع وأنا مش أي صغير ولا لسه في اللفة ولا في كيجي 1 ولا في كيجي 2 حرام عليكم ما بتحرجوني مع أصحابي مثل هذا الكلام كثيرا إن لم نفهم عقلية الشاب في هذه المرحلة مرحلة المراهقة ومرحلة الشباب سيؤدي إلى كوارث يا إخواني زيك بقول للأباء والأمهات شغل الأوامر مع الأولاد لا يأتي بنتيجة حتى وإن فعل بيفعله من باب الخوف وإنما ينبغي أن يكون في لغة حوار ولغة تواصل بينك وبين ولدك وأنا بقول لأب الوقت تخيل إن بنتك اللي عندها 13 سنة جيت قالت لك يا بابا أنا بحب واحد كيف تكون العلاقة بينك وبينها وردك هيكون إزاي هلا تحتضنها وتاخدها في حضنك وتلطب عليها وتقول لها كبرتي وعدت عروسه ما شاء الله عليكي كويس جدا طب قولي لي مواصفات الشاب ده اللي انت تعرفيه طب وانت عرفتي ازاي حبيبه قلبي ده الحوار المثمر الذي ياتي بنتيجه اما بنت ستين في سبعين يا عدمت يا امك ما ربطكش وانت شكل امك وكفن وشلوتين وقلمين وخلي تليفونين هجيب تليفون غيره هو جاب لها تليفون غيره هيوصل باي سبيل عشان كده بقول للاب افتح لغه حوار مع اولادك من اجل ان تاتي بنتيجه مثمره وهذه الثمره انت الذي ستجنيها وتكون ثمره حلوه اما عدم التواصل وعدم الحوار النتيجه ثمره مره مش هتنام الليل ولذلك بالذات البنات في مرحله المراهقه هذه دايما البنت تقول لك يا ابتي انت بتحبني طب خدني في حضنك وتقول لامها يا امي انت بتحبيني خديني في حضنك بعض الاباء يستغرب البنت دي مجنونه ولا هبله ولا ولا مالها ولا بتقول ايه ولا ماشيه غلط ولا ايه الكلام مشكلة خالص انما هذه المرحله الاولاد عاوزين يحس ان هم مطلوبين عشان لما تسمع كلمه بره يا عم الحاج الله يسترك يا استاذنا كريم الله يكرمك يا ست الكل الله يرضى عنك عشان لما بنتك تسمع كلمه في الشارع الولد يقول لا يا ريتني شنطه في, شنطه في ايدك يا ريتني جزمه في رجلك يا ريتني توكه في شعرك كلام الخي بتاع الشباب ده لما البنت تسمع هذا كلام لا يؤثر فيها عشان كده لازم تملا قلب بنتك بالحب كنت في حضنك وتطبطب عليها وتحتويها من وراء ظهرها ولو لها مشكله تقف في صفها تحس ان في رجوله تحس ان ابا ان ابوها يعتمد عليه تفخر بك على انك اب الشاهد الاب ده ارجع زوجته تقول له ارجع ارجع حرام عليك الولد هيضيع السنه دي السنه الجايه ربنا يحل كان يا ابني ستين في سبعين في تمام اسمع كلام امه حاضر يا بابا وبابا قفل التليفون من هنا والولد عمل إيه؟ رجع إلى سيرته. ولا طلع حفلة ولا طلع سهرة مع أصحابه بره وقت متأخر من الليل رجع الولد أمه بتعاتبه تبجح اشتغل ورفع صوته وسب وشتم ضربته بالألم ساب البيت وخرج قفل موبايلاته وفضل يومين بره في الشارع مع صحبة السوء وأنا بقول لكل أب مهما فعل ابنك أوعى تطرده بره البيت أنت أولى به بدل من أن تترقفه الأيدي تسمع في يوم من الايام في الجرائد ان ابنك مجرم تاجر في المخدرات ولا فاتح شبكه دعاره ولا غيرها وكم راينا هذا شاهد الام ما يوم اثنين ما فيش خبر والولد تليفوناته مغلقه في يوم من الايام في الليل وهي بتصلي سمع قبل الفجر حفيف في الشقه في صوت خفيف كده ناس ماشيه في الشقه تبي الولد ابنها نط جوه الحجره اللي هي كانت بتنام فيها فتح كسر الدولاب خد ذهبها وخد اموالها وفك بره الشقه اصحابه كان معاه فاتت الام تصرخ وتدافع فما كان من بعض الشباب الا ان طعنها فماتت اعوذ بالله انا بقول لكل شاب وبقول لكل بنت يا راجل طيب يا حبيب قلبي يا اخويا يا ابني يا بنتي يا اختي بموت الوالد يذهب نصف الأمان وبموت الوالدين أب والأم ذهب الأمان كله نصف الأمان من أبوك بدعائه ليك ونصف الأمان من أمك بالدعاء فاجتمع الأمان كله لما يموت أحد الطرفين أبوك ولا أمك نصف الأمان ضاع النصف الآخر الباقي لك في الدنيا باقي لك في الدنيا الأم وبر الأم مقدم على بر الأب ثلاثا من أحق الناس بحسن صحابته قال أمك قال ثم من؟ قال أمه قال ثم من؟ قال أمه قال ثم من؟ قال أبوك رجع نفسك يا شباب في العلاقة مع الوالدين عايز أقول يا أن الغضب يؤثر على الأعضاء يبقى فيه الضرب والتهجم والتمزيق والقتل كما ذكرنا الآن كذلك ربما يسقط الإنسان صريعا بسبب الغضب لا يقوى على النهوض ما يقدرش يقوم من مكانه ربما ضرب الجماد والحيوانات ويتعاطى افعال المجانين يشتم البهيمه زي ما كنت بقول لكم كان بيشتم الحمار يقول له تجريش ليه واضربوا بإيد الفاس واما اثره في القلب مع المغضوب عليه يحصل بقى الانسان بسبب الغضب الحقد والحسد وإضمار السوء والشماته بالمساءات والحزن بالسرور والعزم على افشاء السر وهتك الستر والاستهزاء وغير ذلك من القبائح كل ده كل ده ثمره الغضب المفرط المهم ابن رجب الحنبلي بيقول ان الغضب بيصرف فيقول غليان دم القلب اه هو غليان دم القلب طالبا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه او طالبا للانتقام ممن حصل له منه الاذى بعد وقوعه وينشأ من ذلك ولك الاضرار بقى القتل والضرب وانواع الظلم والعدوان وافعال محرمه كالقذف والسب والفحش والفحش وربما ارتقى الى درجه الكفر انسان يكفر بالله يا عز وجل بسبب الغضب شوف الناس بتسب الدين لكن عن كذا وكثيرا ما نسمع هذا والنبي صلى الله عليه لما قال لا تغضب النبي صلى الله عليه جمع خيري الدنيا والاخره الغضب يقول الى التقاطع ومنع الرفق وربما آل الى ان يؤذي المغضوب المغضوب عليه فينتقص ذلك من الدين الامام النووي بيقول ولهذا يخرج بال... الغضب يخرج بالإنسان عن حد الاعتدال ويتكلم بالباطل ويفعل المذموم وينوي الحقد والبغض وغير ذلك من القبائح المترتبة على الغضب وزك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم مرة واثنين وثلاثة أن قال الصحابة إيه؟ قال لا تغضب فردد قال لا تغضب فلم يزد في الوصية على لا تغضب مع تكرار الطلب من الصحابي وهذا دليل ظاهر في عظم مفسدة الغضب وما ينشأ منه ده, كلام... ده جزء من كلام العلماء قديما عن الغضب وعن الأضرار التي تاتي بسبب الغضب. تعال بقى نقول ان الغضب يا اخواني جمره يلقيها الشيطان في قلب ابن ادم. جمره جمره يلقيها الشيطان في قلب ابن ادم ولذلك سلم يغضب كما قلنا تحمر العين وتنتفخ الاوداج وربما يذهب عنده الشعور بالمره وربما جرح نفسه وهو لا يدري. اه شو ممكن يعور نفسه ما يحس انه عور نفسه الا بعدما يهدأ ويبرد جسمه يبدأ يحس بالالام في الجسد وهنا يندم الانسان ندما عظيما على ما حصل منه بسبب الغضب ولذلك لابد ان يتيقظ الانسان الى وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب ودي رساله لكل الازواج ولكل الزوجات يا يعني بنتي ما تضايقيش زوجك لا تفعلي شيء من الاشياء التي تؤدي بالزوج الى الغضب كانت اختي بتقول لي في لقاء الفتوى وأنا في الدوره بعت رساله ان زوجها شديد الغضب جدا جدا ربما كسر وخبط وعمل طب والاخر بتقول لي هو مش عاوز ينفق عليا يا بنتي لابد الاول قبل ما نتكلم على مساله الانفاق خلينا الاول نجف في البدايه خالص 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 ما هي الاسباب التي تؤدي الى غضب الزوج؟ لربما اسلوبك انت نظره بس من عينك تشيطه اه <applause> مش انا عملت ايه؟ بقى حاجه بسيطه خالص اهي من غير كلام همهمه بس كده من اللسان او بعض بعض الحروف مش كلمات تشيط الزوج وكذلك العكس ما ينتقص من حق المرأة ويقول للمرأة المرأة أنت ما تشم امرأة أصلا انت لا فيك أنوثة ولا جاذبية وشع تشتعل المرأة غيره مثلا هذا نوع من الحقد وال... لكل الرجال اللي في الدنيا حتى ولو كان من صلاة رحمية ذلك لازم ناخد بالنا يا إخواني وما نكونش السبب في إيذاء الآخرين إيذاء النفس بلا شك أولا ثم إيذاء الآخرين عايزين نقول يا إخواني الإنسان قد يقتل ولده بسبب الغضب بعض الآباء كان عنده محل تجاري فعنده كان الطفل اللي عنده طفل حركي، حركي يعني كثير الحركه، عنده فرط حركه، ما بيقعدش. طب انت ممكن تستخدمه الولد. يا ابني امسح دي، يا ابني وضب دي، يا ابني رتب ده. الاب لما اشتد غضبه على الولد بسبب فرط الحركه والنشاط في المحل وبتاع، قام قيد الولد من ايديه وقيد الولد من رجليه وربطه في قلب ساريه زي عمود في المحل واغلق المحل ساعة الظهيرة، ساعة الغداء وروح البيت ورجع. وقد أغلق المحل على ولده عند رجوعه من البيت بعد العصر فتح باب المحل فوجد أن ابنه قد مات لانعدام الأكسجين في المحل شفت النتيجة تعمل إيه؟ فقد ابنه في لحظة بسبب أن الغضب تمكن منه ربط إيد ابنه وربط رجليه في سارية في عمود من أعمدة المحل اللي امتنع الأكسجين عن الولد رجع لتال ولد ميت أنا بقول ماذا ينفع الندم في هذه الحالة؟ وتخيل ان صورة ابنك هتفضل طول عمرك قدام عينيك وانت تتجرع كؤوس الهم والغم والحزن بل وربما تعير بذلك من الناس انك قاتل ابنه كيف يعيش الاب عمره الباقي وصورة الابن الميت قدام عينيه؟ يا اخواني لابد ان نهدأ قليلا حتى في معاملة الاولاد واحنا بنقع في اخطاء فادحه اوعى تنيم ابنك وهو يبكي. اوعى. حصل من الولد ما حدث وانت عاقبت ابنك بأي سبيل؟ حصل في نوع من الاعتداء على الولد قبل ما ينام بل وبعد ما حصل منك نوع من الغضب وهدات خد ابنك في حضنك وضمه وقول له يا ابني انا والله احبك الا انني ابغض السلوك اللي انت بتعمله. يعني ان انت بتشتم اخواتك ده سلوك. مش بكرهك وبكره تص... لا ابنك. قطع منك مهما فعل فارق ما بين الولد نفسه وبين السلوك اللي صدر منه الاب ده ما عملش كده خالص سلوك ما عرفش ان ابنه بقى عنده نوع من فرط الحركه طب ازاي ان انا اقوم الولد شارك الولد في الاعمال معاك خليه يمسح وينظف ويعمل ورص هيعمل احسن منك زي الام اللي طول اليوم بتسرق اقعد يا ابني يقعد دقيقتين وابو يقول له اقعد يا ابني 60 في سبعين ويقعد دقيقتين وارجع يلعب تاني ابنك كده ما حلتش القضيه معاه ابنك عنده فرط حركه محتاج يلعب سباحه محتاج يلعب كره بلاش كره القدم محتاج يلعب سباحه الولد يلعب فروسيه الولد يتعلم العدو الجري يلعب مصارعه مش ضرب يعني مصارعه اللي هي بيشيلوا بعض ويحطوا بعض ومثل هذا الكلام مش اوه لكن لا, لا 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 مصارعه يعني اتلطف مع ابنك كده وخليك حلو الله يكرمك باشا محمود عم مع الواد براي الجميل ده ثم مع ذلك عشان يدك يفرغ الطاقه اللي عنده مع كده خلي ابنك يرسم كتير ولون واعمل واشتغل على الكمبيوتر خلي ابنك يقرا القران مع الشيخ ويردد واسمع كويس جدا كله كويس خالص خلي ابنك معاك المساجد خليه يتنطط في المساجد معاك شمال ويمين وروح ويجي وقعده في مجالس الرجال عشان يعتاد على التواصل والحوار وان مع ناس اكبر منه يستفيد منهم خبره ولو كلمه واحده في السنه هيتعلم في يوم من الايام حاجه ماشي يا عمي خلي الولد ياكل مكسرات كتير مكسرات لا اللي مش بتاع رمضان ده و... وياكل عين جمل ممتاز ممتاز وكويس جدا جدا خاصه عين الجمل الاخضر رائع بالذات في تنميه الذكاء للاولاد و... واتساع المدارك و... والى غير ذلك. اللي انا عايز اقوله بس يا اخوان ان احنا في في معامله الاولاد حصل نوع من الثوره والغضب على الولد ينبغي لك الولد لا ينام الا وانت شايل ابنك في حضنك. ولو كان ابنك عنده 20 سنه ضمه صدرك وطبطب عليه حبيبي انا محبش هذا السلوك هذا السلوك يضرك وهيعمل واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه مش يعمل افعل ولا تفعل بدون اسباب لازم تعرف ابنك ما هي العله طب بتقول له ما تعملش ده ليه؟ طب واعمل ده ليه؟ هو بيسالك ليه؟ اتناقش معاه خلي فلاح هو كده وخلاص اتهتنح يا عم مش نافع الاسلوب ده خالص يا عم الحاج انت انت بوس ايدك ابوس ايدك الله يكرمك كان ابنك لسه بيشتكي امبارح انت انت ايوه ايوه ابنك لسه بيشتكي امبارح بيقول لي انا بعمل موبيقات بس مين اللي يواجهني؟ ابويا ومين اللي يواجهني؟ امي وما في لغه حوار وتواصل قلت له ابوك بيعمل ايه؟ قال لي ابويا ده راجل معقد في حياته ما فيش عنده الا الشتم واللعنه وطريق بره البيت ومش قاعد معانا هنا تاني ولا تاكل في طبق واحد يا عمي ماشي ماشي ده من الاسباب ممكن ناخد اجزاء من هذه الحلول نستخدمها اه وهي اجزاء بعض الاجزاء صحيحه ولكن اين لغه الحوار والتواصل بينك وبين ولدك؟ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. طيب <applause> تعال نقول بقى ان بعض نتكلم عن مضار الغضب الجسميه والنفسيه زي ما يقول بقى علماء الطب الحديث شوف بقول لك يا سيدي ان من اهم التغيرات الفسيولوجيه الداخليه التي تصاحب الغضب وكثيرا من الانفعالات الاخرى سرعه دقات القلب يبقى ساعه الغضب تزيد دقات القلب وتنقبض الاوعيه الدمويه في الاحشاء واتساعها على سطح البدن والاطراف مما يؤدي الى كثره تدفق الدم في الاوعيه الدمويه على سطح البدن وبخاصه الاطراف الأطراف والوجه فيحمر وجه الإنسان أثناء الغضب بشكل واضح وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الأعراض الفسيولوجية التي تحدث في القلب أثناء الغضب وهي بالدم <applause> وازدياد تدفق الدم في الأوعية الدموية على سطح البدن والأطراف وخاصة الوجه مما يسبب شعور الإنسان بجريان الدم في وجهه أي نعم وعروق بدنه وما ينتج عن ذلك من الإحساس بالحرارة كما ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سليمان بن سرد لما قال حتى انتفخ وجهه وتغير ده النبي وصف الأعرابي اهو أن الدم لما ضخ ضخ شديد بدأ يتضح ذلك على الوجه وعلى الأطراف بل إن الغضب يؤثر علي التفكير والسلوك ولذلك اوعى تتخذ قرار ساعة غضب ستندم والله اوعى وأي قرار في حياتك لابد من الاستشارة أهل التخصص ولا بد من الاستخارة استخر ربك عز وجل ولا بد من التريث في الرد والهدوء وتفكر على مهل اوعى تتخذ قرار ساعة غضب طلقني طلقني كريت حياتي معاك يا رجل يا بارد تقولي تقوله ششش من صمت نجا مش قادر تصمت خد بعضك وانزل مش قادر خش جوه حجره تانيه ما انتش قادر اتوضى ما انتش قادر خد غطس في البانيو لازم في حل طلقني ما تطلق ما انت لو طلقتها تيجي بعد دقيقتين تقول لك يا راجل يا مجرم ما سفاح يا بتاع الجزيره وتصوت وتش... الجزيره دي منطقه يعني وتصوت وتشل وتتحط وتقول لك طلقتيني ده انت بتحب غير يا حاجه ده انت اللي لسه قايله لي طلقني يا حبك انت لبي انت اللي قايله لي فهو طلقك يا راجل انت يا راجل تقول له انت اهبل يا راجل ده احنا عشنا 30 سنه مع بعض اكيد أنا اقول لك أن تسمع كلامي فانا بتمنى وليا هبله تمشي ورايا صح يا واد يا براء عشان كده بقول لل ده راجل السكر الطيب ده اوعى تتخذ قرار ساعة الغضب. من مدار الغضب تؤثر الحالة النفسية كالغضب والحزن والهم على الإنسان تأثيرا مباشرا وفعالا حيث يؤدي ذلك إلى واحد ارتفاع ضغط الدم اذا تروح الدكتور يقيس الضغط يلتقط الضغط فوق 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 وضغط القلب كذا فيقول لك بلاش انفعال بلاش انفعال ازاي يا دكتور وده نصيحه للاطباء بدل ما تقول بلاش انفعال قول له الله اكبر اقول له اعمل ايه صلي يا عمي واسجد يا عمي وادعي يا عمي قال الله تعالى ولقد نعلم ان للنصح صلى ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون اعمل ايه يا رب فسبح بحمد ربك الذكر الطبيب يقول له كده اشكر ربنا كتير بجد بجد والله اثنين وكن من الساجدين صلى ثلاثه واعبد ربك حتى ياتيك اليقين استقم على أمرك حتى الموت اقول له كده المريض على قلب مريض بالله عز وجل فالغضب بيؤدي الى ارتفاع ضغط الدم ويؤدي الى مضاعفات خطره جدا زي ايه الذبحه الصدريه اللهم سلم وهبوط القلب ويؤثر الغضب المستمر يعمل ايه بقى نتائجه حده الطبع يبقى طول ما هو بيتكلم معاك عامل كده فوق وشك ابتسم يا حماده ايوه كده الله يكرمك ومرض البول السكري نتيجة نتيجة لزيادة نشاط الغدة الغدة فوق الكلوية وما تفرزه من زيادة في كمية هرمون الأدرينالين وتؤدي الحالة النفسية أيضا إلى إدعاء إلى إضعاف جهاز المناعة بالجسم ما بيفوقش خالص دايما مريض ضد حيوي مريض ضد حيوي أقوي جهاز المناعة إزاي؟ بطل غضب إيه ده؟ رسالة ليا والمحمود وبراء ونص الطيبين ورا الكاميرات وفي الكنترول والناس الحلوين دول وكل الناس يا جماعه شويه عشان جهاز المناعه ينضبط ويبقى زي الفل خاصه مع الشتاء كذلك من الاضرار يقول لك لا تاكل وانت غاضب او وانت حزين ليه غضب والخوف يمنعان افراز عصير الهضم في المعده إن الإنسان عندما يغضب خاصة للمرأة نظرا لرهافة أحاسيسها ورقة جهازها العصبي المركزي تتقلص الأوعية الدموية في بطانة المعدة ويقل إفراز العصير الهاضم مما يؤدي إلى فقدان الشهية للطعام تأكل أفحال غضب؟ أو جالينا كلام أهو وده من أسباب سمنة آه والله كلام عجيب صح؟ سمنة كده تبقى لي الكلام تبقى الدنيا زي الفل كده هو كذلك يا جماعة ما باكلش يا جماعة أنا ما باكلش خالص يا جماعة أنا تعبان في حياتي أنا بقالي سنين بعمل رجيم ما فايدة اهدى 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 يا حماد الله يكرمك اهدى خالص اهدى أيوة أيوة اضحك بقى كده ما شاء الله عليك شكلك زي القمر الله يكرمك من أضرار الغضب الغضب يجد القلب لأنه يجبره على زيادة معدلات عمله في المعتاد اصاب الغاضب بارتفاع ضغط الدم ها تمام وكذلك ترتفع شحوم الدم فيحدث تصلب الشرايين. يؤدي الى الارتفاع المفاجئ للضغط الى النسف الدماغي، اللهم سلم يا رب. الغضب يرفع مستوى الدم السكري الدموي يرفع مستوى الدم مستوى السكر الدموي فيؤهب للاصابه بالسكري. الغضب يؤدي لتثبيط حركه الامعاء فيحدث الامساك. الغضب يؤدي لنقص المناعه وفتح الطرق لحدوث الالتهابات الميكروبيه. الغضب يهيئ لحدوث قرحة المعدة أو ارتفاع الحموضة بها أثبتت الدراسات العلاقة الوثيقة بين الغضب وبين ظهور الأورام الخبيثة إذ أن الاضطراب الهرموني بالغدد يهيئ لظهور بؤر سرطانية اللهم سلم يا رب الغضب يسبب الوفاة أنت عاوزة تفقدي زوجك من الآخر خالص ومطلع عينيكي شياطين عشان يموتوا خلاص ايه رايك حل ممتاز اهد شويه بس يا ابن الله يكرمك اهد شويه هضيع الراجل وانتهد شويه هجيب لها سكتة مفاجاه تموت فيها الغضب يسبب الوفاه حذر علماء الطب الالمان من, من ان الغضب يشكل خطرا على القلب مشيرين إلى أن أكثر الذين أصيبوا بأمراض في القلب كان الغضب أحد الأسباب الرئيسة. الغضب يسبب الجلطات القلبية. أعلن الأطباء في مؤتمر عقدوه يوم الثلاثاء في برلين 16/4/2002 أن أكثر الذين توفوا بجلطة قلبية كان الغضب أحد الأسباب الرئيسية إذ أن الغضب يعمل على تقوية سرعة القلب بحيث تخرج عن السيطرة. يا رب سلمنا وغنمنا. نقول ايه كمان بطلت ولا لسه من اضرار الغضب ان يصبح الغاضب اكثر حساسية للضوضاء كاجراس الهاتف والباب أول ما يسمع بس صوت الجرس ينزعج. الباب تلزع شوية ينزعج، اتفتح النور فجأة كان نايم ولا بتاع ولا فجأة الأولاد بيفتحوا عليه النور يحصل له نوع من القلق والاضطراب بل واكثر حساسيه للمس وللضوء والروائح مما قد يجعله في حاله متزايده من الاثاره ويزيد من حجم المشاكل الغضب قد يتسبب في تحول الخلايا السليمه الى خلايا سرطانيه سلم سلم يا رب سلم مما هو غادر بالذكر ان العلماء كانوا يعتقدون في الماضي ان الغضب الصريح ليس له اضرار وأن الغضب المكبوت للداخل فقط هو المسؤول عن كثير من الأمراض ولكن دراسة أمريكية حديثة قدمت تفسيراً جديداً لتأثير هذين النوعين من الغضب مؤده أن الكبت أو التعبير الصريح للغضب يؤديان يعني إلى الأضرار الصحية نفسها وان اختلفت حدتها ففي حاله الكبت قد يصل قد يصل الامر عند التكرار الى الاصابه بارتفاع ضغط الدم واحيانا الى الاصابه بالسرطان اما في حاله الغضب الصريح وتكراره فانه يمكن ان يؤدي الى الاضرار بشرايين القلب واحتمال الاصابه بازمات قلبيه قاتله لان لان انفجار موجات الغضب قد يزيده اشتعالا ويصبح من الصعب التحكم في الانفعال مهما كان ضئيلا فالحاله الجسمانيه للفرد لا تنفصل عن حالته النفسيه مما يؤدي مما يجعله يسري بسرعه الى الاعضاء الحيويه في افراز عصاراتها ووصول معدل افراز احدى هذه الغدد الى حد سد الطريق امام جهاز المناعه في الجسم واعاقه حركه الاجسام المضاده المنطلقه من هذا الجهاز عن الوصول الى اهدافه. الاخطر من ذلك كله ان بعض الاسلحه الفعاله التي يستخدمها الجسم للدفاع عن نفسه والمنطلقه من غده حيويه تتعرض للضعف الشديد نتيجه لاصابه هذه الغده بالتقلص عند حدوث ازمات نفسيه وذلك, يفث وذلك يفسر احتمالات تحول الخلايا السليمه الى سرطانيه في غيبه النشاط الطبيعي لجهاز المناعه الغضب يتسبب في انفجار شرايين المخ ماشي قال الدكتور صالح بن علي ابو عراط لقد ثبت علميا ان الغضب كصوره من صور الانفعال النفسي يؤثر على قلب الشخص الذي يغضب كما اشار بعض الدراسات الى ان للغضب العديد من المضار الجسمية على صحة وسلامة الإنسان التي منها التعرض لارتفاع ضغط الدم واحتمال الإصابة بالأزمات القلبية نتيجة للتوتر الشديد الذي يصاب به الإنسان الغاضب الذي يتعرض لتغير لونه وطفح دمه وانتفاخ أوداجه وارتعاد أطرافه واضطراب حركته وتلجلج كلامه وليس هذا فحسب فهناك بعض المضار الأخرى التي ربما أودت بحياة الإنسان حيث يمكن أن تؤدي شدة الغضب والانفعال إلى سرعة خفقان القلب أو انفجار شرايين المخ او الاصابه بالجلطات القلبيه اذا كان الغاضب يشكو من ضعف القلب. يا عم الحاج ايوه الله يكرمك اوعى تنكد على زوجتك وهي حامل اطباء بيقولوا ايه؟ الغضب يؤثر على قلوب الاجنه لا حول ولا قوه الا بالله. التصرفات الغاضبة التي قد تنتج عن الحامل في حال الغضب كاغلاق الباب بقوة أو الصراخ أو رمي الأطباق أو حتى الإفراط في الأكل كلها أمور مشالة أن تؤثر على نمو قلب الجنين هتظلموا العيال وهم فين؟ لسه في بطن أمه هو لسه في بطن أمه؟ في بطن أمه يا علاء وفي بطن أمه يا جماعة يؤثر الغضب على قلب الجنين اخواننا واحبابنا فاصل سريع ثم نواصل ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لما بدأناه اخواني من اول الحلقة بنتكلم ما زلنا نتحدث عن الاعراض التي تنتج عن الغضب وما الذي يسبب الغضب الانسان سواء كان فيما يتعلق بالقلب يتعلق باللسان زي السب واللعن والشتم والتجرح الى غير ذلك ووصلنا بنقول ان الغضب بيؤثر على قلوب الاجنه في بطون الامهات أه نكمل احنا قلنا فبنقول يا اخواننا ان التصرفات الغاضبه التي قد تنتج بسبب بقى الـ الـ وجود الحمل يصدر من المراه كاغلاق الباب بقوه او الصراخ او رمي الاطباق او حتى الافراط في الاكل كلها امور من شانها ان تؤثر على نمو قلب الجنين وصحيفه اسمها صحيفه ديلي ميل البريطانية بيقول استنتجت الصحيفة من ذلك أن النساء التي يغضبن خلال فترة الحمل تكون أجنتهن تحت خطر التعرض لمشاكل قلبية وأظهر باحثون أن التغيرات الهرمونية في جسم الحامل التي تسبب مثل هذه التصرفات العنيفة قد تمر عبر المشيمة إلى الجنين يا الله وقد يكون لها تأثير على طريقة نمو خلايا وأشارت الصحيفة دو. الى ان الدراسة التي اجراها الباحثون شملت 49 امراه 49 امراه حاملا تبلغ اعمارهن ما بين 22 الى 39 عاما وتوصلت الدراسة الى نتيجه نتيجه اخيره خالص وهي ان الميل الى التصرفات الانفعاليه له اثاره على النمو الفسيولوجي للجنين مما يجعله يا الله مما يجعله في خطر متزايد لاحقا وعرضه لامراض القلب عشان كده ما ينفعش يا ابني ما ينفعش يا حبيب قلبي ما ينفعش يا اخويا تنكد على مراتك وعلى اللي خلفوها وهي حامل لان ده سيؤثر مستقبلا على اولادك بالامراض القلبيه وتبقى انت السبب يا سكر ربنا يهديك ويصلح لك الحال. الغضب يؤثر على الرئتين كما اكدت دراسه حديثه ان الغضب قد يؤثر بشكل سلبي على الرئتين. واشارت الدراسه الى انه يوجد علاقه بين الشعور بالعدائيه وحاله الغضب فالاشخاص الذين لديهم قدر اكبر من العدائيه يعانون من ضعف في وظائف الرئتين مقارنه باصحاب الطباع الهادئه واظهرت الدراسه التي اجراها باحثون في كليه الطب بجامعه سانت لويس الى ان الناس الذين يكتمون غيظهم يعانون على الاغلب من الصداع المزمن الغضب يدمر خلايا المناعه الرئيسيه تقول الدكتورة دونا دوسن إن الغضب السلبي يؤدي إلى إفراز هرمونات تضعف نظام المناعة لتدمير الخلايا المناعة الرئيسة بطلت ولا لسه نقول كمان يا جماعة الغضب بيعمل إيه كما أثبت الدراسات أن الضغط العقلي يشبه الغضب في تأثيره المضر على القلب من حيث حدوث انسجام للدم عن عضلة القلب أثناء الضغط العقلي ومن جانب آخر فيشبه الأطباء الغضب الهائج بالبخار المضغوط في إناء محكم الذي إن لم يجد منفذا لخروجه فإنه يصيب الفرد بمرض أو أكثر مثل إيه بقى الضغط يعمل إيه المشحون ده لجوة الواحد ده قرحة المعدة ارتفاع ضغط الدم الذبحة الصدرية القولون العصبي الصداع العصبي المزمن خربناها اللي لا ده شو محمود كل ده عايز اوصل لاخواننا واحبابنا اخواني وصيه النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تغضب. حتى لو حضرتك لو حضرتك لو حضرتك لا تنظر حتى الى الامر من الناحيه الشرعيه انظر ايه اللي بيعمله الغضب في جسمك. او يؤثر على ايه؟ ده ممكن يسبب انفجار في شرايين المخ. بل في بعض الدراسات وسياتي ذكرها لقاءات اللقاءات القادمه ان شاء الله تعالى الغضب قد يؤدي الى ان يفقد الانسان بصره امر مفاجئ. ويؤدي الى الشلل الكامل. لبعض الناس بل والغضب يؤدي إلى النوبات القلبية ويؤدي في بعض الحالات إلى الصرع المتكرر مصايب يا إخواننا والعجيب اللي قرأناه النهاردة للغضب حتى يؤثر على الجنين في بطن أمه وهي حامل فلا بد أن ننتبه يا إخواني بقول لكل زوجة لكل زوج وكل زوجة الله يرضى عنكم ويبارك فيكم تعالوا نمتثل لهدي النبي صلى الله وسلم إن بعض الأزواج لما يغضب الزوج غضب على المرأة أن تصمت وأن تسكت يا بنت أنت ما أنتش قليلا أن أنت تردي بس أنت حط في دماغك هذه الأعراض اللي تحدث لزوجك من الناحية العضوية والنحال النفسية وترتب عليها ضعف في العمل وضعف في الانتاج وعنده نوع من الكسل ومش قادر ينزل وتعبان وهمدان وبيشكو من من مرض دائم ويصرف فلوس قد كده وكل هذا يؤثر على الحياه الزوجيه. كذلك انت يا ابن الحلال يا ابن الناس الطيبين شده الغضب والسب واللعن والشتم والتجريح لزوجتك هذا ليس من فعل الصالحين ابدا. إنما ينبغي لك إذا غضبت المرأة أن تصبر عليها وغالب غضب المرأة بسبب الغيرة الغالب فلا بد أن تصبر عليها وأن تحتويها وتشعرها بالأمان وهي غالية عندك وتحسسها بأنوثتها وجاذبيتها حتى لو بلغ من العمر السبعين أسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع خلاصة القول يا إخواني ألا فلنمتثل تثل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث من صمت نجا أي طرف من الأطراف بيغضب ينبغي للطرف الآخر أن يسكت يسكت ساعة الغضب وأن يصمت كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم هنحط جدول كده نعمله اسمه جدول قياس الغضب جدول ايه قياس الغضب اهو انا عامله هوت في الكتاب اسمه جدول قياس الغضب عشان تقدر تعرف بقى ان حضرتك آه آه حينما اكون غاضبا بتعمل ايه بيبقى الغضب ده عندك نادرا ولا احيانا ولا غالبا ولا دائما وذكر لك بقى بعض ال الأمور زي التحكم في الانفعال أعبر عن غضبي أحبس ما بداخلي الكلام ده إن شاء الله تعالى سنعرضه على الشاشة في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء عشان تقدر كل فترة كده تقص حدة الغضب عندك وتعرف عندك الحالة تحسنت أم لا وهل الأمر يحتاج إلى تدخل طبيب شيء من الأدوية تاخدها من اجل انها تهديك شويه ولا لا، الامر ده ان شاء الله تعالى باذن الله لعلنا نعرضه في اللقاء القادم ان قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. الحلقه قد انتهت. ونحن في ليله الجمعه فانا اوصي نفسي واياكم بكثره الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فلقد امرنا بذلك فقال الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ثم اذهب الى صلاه الجمعه مبكرا. طبعا قبل ان تغتسل غسل الجمعه حق الرجال واجب على الراجح غسل الجمعه ضع افضل ما عندك من طيب والبس اجمل ما عندك من ثياب واذهب الى المسجد مبكرا خذ معك اولادك الذكور وزوجتك والبنات ان استطعت وان كانش في اولاد صغارين هيعملوا مشاكل في المسجد ثم اقرا سوره الكهف وادعو في الساعه التي بعد العصر لنفسك وللامه المسلمه ولمصر خاصه أن تمر هذه الأيام القادمة على خير وسلام ونسأل الله عز وجل أن يجعل بلدنا مصر أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نسالك يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوات المضطرين يا رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما انزل على اهل مصر وعلى سائر ديار المسلمين الامن والامان انزل على اهل مصر وعلى سائر ديار المسلمين الامن والامان أنزل على أهل مصر وعلى سائر ديار المسلمين الأمن والأمان. اللهم اجمعنا على ما يرضيك، اللهم اجمعنا على ما يرضيك، اللهم اجمعنا على ما يرضيك، اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك، احفظنا بحفظك واسترنا بسترك. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وأمن, وأمن, وأمن روعاتنا وصلى الله على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته